ظاهريا عيد القديس بربارة وعيد الهالوين بتشابهوا مع بعضهم من خلال حفلة التنكر، ولكن بالعمق بيختلفوا عن بعضهم. عيد القديس بربارة بيرجع للقديس بربارة يلي ماتت ببداية القرن الثالث، وهي من منطقة بعلبك، كانت وثنية وآمنت بيسوع المسيح، وبسبب إيمانها بيسوع اضطهدت وحكم عليها بالموت. وقبل ما تموت كانت عم بيعذبوها قدام كتير ناس، نور المسيح بيغطيها وما بيخلي الناس يشوفوا قدي كانت عم تتعذب. كرمال هيك نحنا بليلة عيد البربارة بتصير في حفلة تنكرية. أما عيد الهالوين هو كان بلش بالجزر البريطانية، يحتفل فيه ب 31 تشرين الأول. كانوا في الناس يقدموا في ذبائح للآلهة، بيشكرون على فصل الصيف على الثمار يلي حصلوا عليها، وبيصلوا حتى أنه يكون الشتاء منه كتير قاسي عليهم. وكانوا يرجع يصير في حفلة تنكرية وينبسطوا، وبيقولوا كمان أرواح الأشخاص الماتوا ترجع بتظهر بهيدي الليلة ويلبسوا جلود الحيوانات. وهالعيد رجع مع الهجرة إلى أمريكا، انتقل إلى القارة الأمريكية وصار عيد شعبي وعالمي. ولكن بالنسبة لنا نحن عيد القديس بربارة بيعطينا الشجاعة حتى نحافظ على إيماننا بيسوع رغم كل الصعوبات يلي منواجهها بحياتنا.